أول رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالإسلام نعمة. أكجيت مثل أثث مثل أو إذا كدت حسسا فذو التقي أول رمضان إن شاء الله أكجيت تكمل أول في رمضان يوكنا نتعلم ديننا يوكنا ربي أغي رحمة إن شاء الله أغدي ولي سمولي نرحمة أسجي إن شاء الله عند نهضر أفكرا من الأحاديث إدينا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه اسم الخير أخطر مكني إلى قنيلي الناس الخير إلى كل خدمار الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم إني يسن ينوفي ذكي قيل إني يسن الإيمان. الإيمان مش كان عيني لن ذقول إني يسن الإيمان 70 أو 60 شعبة. الإيمان قد درجات أتصن درجة قلان إني يسن فأفضلها قول لا إله إلا الله حاجك يحمل ربي ما دين لا إله إلا الله ما دين لا إله إلا الله ولش يعني أنو نعبث على ربي سبحانه أنا ذن سكن قلان وبعدين يسمو أدناها إماطة الأذى عن الطريق ومين الدرجة كذا مش ضعف أتقصدين يضطرون سقفريد أين يعني إيه أمزجاجة سنان أين تفض قفريد يضطرون أتقصد ولما يثمثنا مش عرف ما يهدر في الإيمان إن يس الإيمان مش كن ذي لا إله إلا الله ذي الخدمين العالي يجزن الخير بعد الناس والحياء شعبة من الإيمان إن يس والحياء ونتصحينا يثمثن يتصحي شو المعنى يتصحي يخدم الشر يتصحي يخدم أين يحرم ربي يتصحي يدولين مدن يظلم وكي أتولط هذه في دلو ذمي سيدي والد الزقوع وكي هذه نظ ذي العفزي الهاني قرزن فيشتاقي الإيمان وكنشتاقي ذي الإيمان يا ثمثن مشي كان تظليف كان تزامض كان كذا لا أثنى رصص ما دي توري إلا قد تصمد الخير فيشتاقي نكوني ذي نوم أمة الخير ورب سبحانه ولم كان يثمثن يقضي القرآن الكريم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وكي نتخذ من الخير ودينا أين تظلم أين تخذ من الخير رب سبحانه زراثي ولاث يوكن يكون جازي يقضي الآية النظن وما تفعلوا من خير يعلمه الله أين تخذ من يكون ربي زراث يقرد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ولا ممكن دينا ما إلا ذا عقل الخير ربي ولاث يقرد يوث لين من عمل صالحا فلنفسه وين يخذ من الصلاح يخذ من الخير عيني جازنيني الهان إيمانيس ماشي غيوياضة أكيد يا ربي سبحانه ويدي توصي يوكنا نخذ من الخير يبوس أن الناس ينفي وش في الحديث ديار والإمام البخاري والإمام مسلم أن الناس يا رسول الله أي الأعمال أفضل شكي تحمل ربي أن الخير نخدم إن ياسن الإيمان بالله أتمنى ربي سبحانه أتجاهد ضثمو في نيه أفي ما نيه يعني تجغارة يوكنا مدد اعتدين في الله نعرف تدين هذا نغني وكل وقذي قلان هذا يثمو في النية مش خذ من الديرين دي الوقت الثورة إن بعد الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبسات الناس أي رقابي أفضل إما إلا يونثني لقد العيد أشو يعني يزلو دي خيرك إن يسا دي خير أخر فيه قلزن يلهان أذي فك الخير يا ربي سبحانه أذي خير أينك حمل إن بعد الناس يا رسول الله ميلو يسعر ويخذي ملك أشو الخير يجزم هذا يخدم الناس ننفي وشفيع الناس أن تهينا صانعا أو تصنع لأحرقين إني ستعاون العفد والسنانة كي الخدمة السوريض الخدمة السلام نص المضب الحرفة الحرفة أثنى تصير لجواطس للخيرة مقرحان الخدمة إن بعد الناس وصحفي يجي يا رسول الله إن ضعفت عن بعض العمل مين لقدي ما لو كل الخير أجي أشو اللي نضيدي قيمة الناس ولم كنيت مثل الناس تكف شرك عن الناس وتخدم ضار الشر إمذنا الناس فإنها صدقة منك على نفسك الناس مين ثقيمة وتخدم ضار الشر إمذنا أثن صدق في منيشة في نفسي نشاء في نفسي تيش كجين رسول صلى الله عليه وسلم يجي توصي العفاذ مرة يوكن أذخذ من الخير
يوكن وتلينا هذا عجزا وخدمنا راه اين كحمل ربي سبحانه مين وزمرنا راه وزمرنا راه اي ما نالت ما تصل الخير وخدمنا راه الشر مين وصدي مدار الشر ربي سبحانه اكيد والي دائما ميد القار سموغ لنا الرحمه ربك يجزي جزاء عظيما خطر سؤال اهل الخير ونكوني ذلما لما يخدمنا الخير ونخدمنا راه الشر اكيد يا رسول الله امشي تزرام يوم ذا ذاويث يسدى يهودي الجارس يخدم الشر يتسوي الدين نديري يسرسو ثيد كل مرة تسمى بو خميس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كل صباح ادي الدم يعني ادي بكي يعني النجاسة اين يوم سن ثورصاد اذي نياوية لهم كانن دا يتقيرن ثورصاد كل اكني يلاس يلاس وسميه لك ويهودي يقين الجارينس الرسول صلى الله عليه وسلم يخدم الخير اشوت الخير اقيت مثلا يروح يزور يثيد يروح يزور يثيد يوكن ذي ولي يكون سيدعو يوكن ولا ربما ذي حنين وليس اكاقي ربي يعني هذاتي دار الإسلام يوهل ذي نسلم اكايث مثلا ندعو ربي يوكنني لي الناس الخير يوكنني لي ذيني جان الخير ندعو ربي سبحانه يوكن عدي وري إفرذن الخير إن شاء الله وما على الله بعزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.